إلى الأراضي الفلسطينية، حيث أفاد مراسل العربية في رام الله أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجتمع في هذه الأثناء إلى رئيس الوزراء المستقيل رامي الحمدالله ونائبيه لحل الأزمة التي تسببت فيها استقالة الحمدالله. رئيس الوزراء الفلسطيني المعين حديثا قدم استقالته اليوم إلى عباس بعد أسبوعين من أداء حكومته اليمين الدستورية. وقالت مصادر للعربية إن استقالة الحمدالله جاءت على خلفية التعدي على صلاحياته من قبل نوابه، خصوصا نائب زياد أبو عمرو، وكان الحمدالله قد شكل حكومته في السادس من الشهر الجاري. حول هذا الموضوع معي من رام الله المحلل السياسي الدكتور سميح شبيب. دكتور سميح، ما الذي يدعو يعني ما الذي يجبر رئيس حكومة لم يعني يتخطى الأسبوعين على تعيينه على الاستقالة بهذه السرعة؟ في تقديري أن تشكيل الحكومة بهذا الشكل يعني من الطبيعي أن تؤدي إلى ما أدت إليه. هنالك رئيس وزراء وله نائبين، النائب الأول للاقتصاد والنائب الثاني عمليا للسياسة والمصالحة وإلى آخره. نحن نعرف بأن رئيس الوزراء رامي الحمدالله هو إداري ناجح، رئيس جامعة جامعة النجاح الوطنية، كان لديه قدرات في تشبيك علاقات ما بين هذه الجامعة وجامعات دولية أخرى، مما جعل من جامعة النجاح الوطنية الجامعة الأولى في فلسطين وفقا للمعايير الدولية. لكن البلد مش جامعة يعني. أضيف إلى ذلك، نعم هذا صحيح، لأول مرة يوضع لرئيس الوزراء نائبين، النائب الاقتصادي وله صلاحيات في هذه الحكومة، ونائب آخر وهو زياد أبو عمر أيضا لديه اطلاع في عالم السياسة والمصالحة مع حماس وإلى آخره. في تقديري أن الصلاحيات لم تكن واضحة في الأساس. من يعين؟ ما بين الرئيس، من عين؟ من عين نائبيه؟ من عينهم؟ عينوا بالتوافق وبرضاء الرئيس. الرئيس محمود عباس هو له اليد الطولة في تشكيل الحكومة، وعمليا هذه الحكومة هي حكومته. فأنا في تقديري بأن عدم توزيع الصلاحيات بدقة جعل من هذه الحكومة لا تعمل فريقا واحدا، مما خلق نوع من التنابذ، وخلق أيضا نوع من الاستقالة التي فاجأتنا نحن ونحن كمراقبين في الساحة الفلسطينية ونتابع الشأن الفلسطيني عن قرب. نعم. تفاجأنا في هذه الاستقالة، ولكن أيضا في تقديري أنها يعني ليست استقالة نهائية. طيب دكتور سميح، قبل أن نتحدث إذا ما كانت استقالة نهائية ولا لا، الآن في اجتماع مع أبو مازن بين رئيس الحكومة ونائبيه، لماذا لم يتدارك أبو مازن هذه المشكلة وخرجت إلى العلن؟ كان يعني لابد أن أبو مازن علم ب يعني إشكالية ما في إدارة الأمور في الحكومة الجديدة، وبالتالي كان يمكن تداركها. لا، هي مفاجئة كما ذكرت لك، وأضيف إلى ذلك لها أيضا خلفية، لأن من قام بها هو إداري ناجح لا علاقة له في دواوين السياسة الفلسطينية أو الفصائل أو الخلفيات، هو إنسان إداري ناجح مستقيم شفاف، فلذلك يبدو أن شيئا ما أزعجه فاعتبر ذلك تعديا على صلاحياته. طيب يعني دكتور سميح، أفهم منك أنه رئيس الحكومة الحمدالله عوضا عن الاتصال بأبو مازن والحديث معه أو يعني لفت نظره إلى مشاكل معينة في الحكومة دغري قدم استقالته؟ نعم، في تقديري ذلك، هو قدمها لرئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، ويعني جرت تحركات، وهذه التحركات في تقديري ستنجح في ثني رئيس الوزراء عن استقالته وتقسيم الصلاحيات على نحو واضح بين رئيس الوزراء. طيب، ونائبيه. دكتور سميح، ماذا نتوقع أن يحصل الآن؟ أن يتراجع عن الاستقالة ويعني حكما تنظم الأمور داخل مؤسسة رئاسة الحكومة؟
لا، في تقديري هنالك نوع من النقاش لتوزيع الصلاحيات على نحو واضح وبين، مما يجعل هذه الحكومة فريقا واحدا تعمل يدا واحدة في إنجاز مهمات صعبة حقيقة. أكان على صعيد ملف المصالحة الوطنية أو على الصعيد الاقتصادي. نعم، شكرا لك. أنا معي من رام الله المحلل السياسي الدكتور سامي حشبيب.